خد يا عم اتفضل. تسويقي طيب. في باب هنا جوه عايزين نفتح هانتر. الحمد لله. هانتر تعالى تعالى. طب انت تاجر يا عم. انا معايا عمرو اساسا انت هتستعبط. تاجر عايز ايه؟ تاجر. ايه في باب اهو افتح. تعالى يا عم انت. رحت فين انا مش عارف. تعالى وراك وراك وراك. وراك وراك ايه ده؟ رجعنا تاني. انا معاك يا هانتر يا جماعه انا مع هانتر ها. تعالى نطفي دي هانتر يلا. في هنا اكسجين قرب يا عم قرب في اكسجين تيست جامد اكسجين ده ايه ده؟ اه الولد الولد قتل بص الكدابة بص الكدابة قتل يا نهار اسود واحنا عملنا ايه؟ يا نهار اسود يا عم احنا فتحنا الاكسجين عادي تايجر ايوه جاي لك جاي لك اهو بنصلح هنا مش حد بيصلح هناك في واحد بيصلح هناك لوحده مش عارف مين ده مين بيصلح هناك انا بس الواد اللي معايا مش بيصلح ما هو الواد اللي معاك ده كيلر ده كيلر ما عمرو قتل عمرو طيب يلا تاجر نقتل طيب ونخلص منه تايجر يلا غباء فينه خلينا نقتله فينه هو هنخلص كده يعني كده يعني معايا تايجر معايا تايجر اوعى تسيبني خليك اهو يا عم افرح يا عم خد عندي اهو هات 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 اهو اهو بس 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 حل عليه حل عليه حل عليه بس 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 تعالى تعالى كده واحد من اربعه هانتر موجود؟ هانتر موجود بس طبعا اختفى راح ياخد الحقن كلها ما هو الوحيد اللي ما اتكلمش معانا اوكي يا عمرو اتكلم يا عمرو يا عمرو اتكلم يا عمرو انت هتمثل يالا هانتر يا عمرو اتكلم في ايه؟ لوج لوج اهو بقول لك ايه انا تعالى نقتل كريم تعالى نقتل كريم كريم؟ هو حرقني كريم حرقني قلت لك تعالى نقتل كريم طفيني طب طفيني 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 طفي